عقوبة كهربا بعد ما رجع النادي الأهلي يتمرن استعدادا للعين الإماراتي بعد بكرة من 1,000,000 جنيه أصبحت 500,000 جنيه، 500,000 جنيه. هذا خبر رسمي بقوله لحضرتك. وفي نفس الوقت كواليس الخبر ده، لما راحت لعيبة النادي الأهلي يتحايلوا على الكابتن محمد رمضان إنه يخفف العقوبة على كهربا أو يزود الفلوس بتاعة الغرامة بس ما يمشيهوش ويفضل موجود في الفريق، قال لهم اكسبوا السوبر ولما نرجع نتكلم. وفعلا كان ده حافز للعيبة النادي الأهلي إن هم يكسبوا ماتش السوبر. عشان كده لو تلاحظ بعضهم وأولهم إمام عاشور كان لابس رقم كهربا، وكان في شوية تفاصيل كده كدعم إن هم بيحاولوا يبقوا على كهربا، وإن الخلاف اللي حصل مع كولر أو محمد رمضان يزول. وفعلا شفنا صور امبارح وهو بيتمرن مع كولر وبيضحك ومع كابتن محمد رمضان، وان الموضوع عدى ونزلت الغرامه من 1,000,000 لنص مليون. اما جزئيه بقى مشاركته من عدم هيبقى جوه السكور مش جوه السكور في ماتش بعد بكره مع العين، اعتقد ده لغايه اللحظه متروك تماما لكولر، وربما يكون موجود لان مفيش راس حربه غيره، وربما يكون برده مش موجود. فالجزئيه دي كانت جزئيه مهمه جدا، بس بتوريك ان كل اللي اجتهد وقال لك كده باي باي كهربا من الاهلي، لا اعتقد ان الموضوع لسه شويه وكهربا متواجد مع النادي الاهلي. على الجانب الاخر تلاقي بقى الاتحاد الافريقي، وده الفرق بقى من الاتحاد المصري ولجنه الانضباط ومن الاتحاد الافريقي اللي ما بيهزرش. خد البطوله الزمالك وكاس السوبر الافريقيه، ولكن لما اختلفوا على ضربه الجزاء بتاعت اكرم توفيق ونزل شيكابالا قال للعيبه تعالوا، وبعدين الجهاز الفني خدهم بره 3 4 دقايق ولا 7 دقايق قال لك ده بيفكروا في الانسحاب، ورجعوا كملوا الماتش على طول. الاتحاد الافريقي ولجنه الانضباط ما عندهمش هزار، في لائحه وبتطبق تماما بالتلويح، لمجرد التلويح. خد بالك بقى مش مجرد قرار الانسحاب زي ما الزمالك انسحب من الدوري المصري ولعب بالماتش اللي بعدها امام الاهلي يعني، لا يا باشا، ده انت جونك لمحت وخرجت شويه على الخط ونزلت كملت تاني 300,000 دولار غرامه، الجايزه كلها كانت 500,000 دولار، دفعت منهم 300,000 غرامه بس للاتحاد الافريقي، و10,000 لمنسي عشان الحركه اللي عملها اللي عملت لكم عليها فيديو قبل كده مع لعيبه النادي الاهلي اللي هي الحركه دي يا جماعه، وشيكابالا ايقاف 3 مباريات. اعتقد ده بيديك انطباع ان الردع في الاتحاد الافريقي او الاتحادات الكبيره زي الاتحاد الافريقي ولا هي دي اللي بتبقى فعلا بتبقى رادع لاي حد يفكر في اي ماتش قادم تاني ان هو يبقى بيعمل سلوك غير رياضي او سلوك مندفع. اعمل يا حبيبي وخلي المشهد زي الزفت، لكن بعد كده هتبقى بتتعاقب وبتاخد الغرامات دي. الزمالك ليه حق انه يستأنف في خلال طبعا 72 ساعه، وبالتالي الاستئناف ده لا اما يقلل الغرامات دي 300,000 او ال 10,000 دولار على منسي وشيكابالا، وان كان طبعا الموضوع هيبان في اللي هم فيه دلوقتي لسه ازمه الثلاثي الزمالك موجودين هناك، والناس اللي بتقول لك بقى دول حلقوا في معلومات ما كده يقول لك اه قصوا بس مش عقاب ليهم، ده السجن او المحبس او الحجز، ده يا جماعه دي من ضمن التوابع عشان ما يبقاش فيه اي حشرات ولا اي حاجه بتيجي في الراس، فشيء طبيعي ان انت بتقص شعرك لان دي الرولز هناك، ده السيستم هناك. وطبعا كلنا بعد ما خلصنا بقى عشان نتكلم بصراحه وبهدوء عشان ما حدش يزعل من الكلام ده، خلص السوبر والاحتفالات والتحفيل والشمتان واللي طالع كده واللي طالع كده، لكن يبقى في الاول وفي الاخر ان ده ابن بلدك مصري بصرف النظر ان هو فعلا غلط، بصرف النظر ان هو اهلاوي ولا زملكاوي. خلاص قضي الامر، ان بعض الناس طلعت بفيديوهات ثانيه قالت لك في لعيبه محترفه في الامارات اجانب ضربوا افراد امن اثناء مباريات، خدوا 150,000 غرامه وايقاف، ما خدوش سجن او حبس او كده. فاعتقد ان كلنا بنتمنى طبعا المشهد ده يعدي على خير بعد بكره، وان هم يرجعوا، لان خلاص بقى ما بقاش في مجال ان انت تشمت او تزعل. احنا زعلنا وعبرنا عن زعلنا، اداره الازمه من الاول ما كانتش جيده، الاولاد غلطوا 100% غلطوا، لكن خلاص بقى مش هندبح غرامه كم يوم حبس في البعثه كلها رجعت وهم لسه موجودين هناك، جرسة وفضيحة غير مسبوقة في المجال الرياضي. فأعتقد ده كده بصرف النظر مع احترامنا لأهالينا في دولة الإمارات يعني، قضي الأمر عشان ما حدش يقول لك أنتوا بتطبلوا الإمارات أنتوا بتزودوا، يا جماعة ما هم برضو غلطوا، بس كفاية مش هندبح بقى أكتر من كده، كفاية أهاليهم وأسرهم ومستقبلهم هنا اللي أكيد هيفرق جدا في الكام يوم اللي فاتوا دول. فكل الدعم لثلاثي الزمالك إن هم يرجعوا بالسلامة، وإن الموضوع يرسى على غرامة وما يبقاش أكتر من كده، لا قدر الله زي ما الناس بتقعد تقول لك احتمال يبقى في حبس ومش حبس، بس أنا أتصور هيبقى قضي الامر بالغرامات وعدم دخول دول الخليج تاني لمده 5 سنين، ممكن منهم الامارات وبعض الدول، ممكن ده يكون الاطار اللي خاص بيه القضيه، لكن اكتر من كده وبعض اللي يقول لك ده هتتحول جنايه ومش جنايه عشان القانون الاماراتي بيقول طالما اكتر من 3 وطالما ضرب ما اعرفش ايه اعتداء على فرد امن ممكن تتحول من جنحه لجنايه، وان يبقى في اعاده توصيف للقضيه، دي كلها امور خطر جدا لو تمت، وان كان في القانون كل شيء وارد، لكن ايه اللي هيتم هناك بعد التدخلات اللي على المستوى العالي دوت، اديكم شفتوا برضو الامور ماشيه ازاي ووجهات نظر متباينه ومتضاربه لغايه هذه اللحظه في هذه القضيه. لكن انا رايي الشخصي خلاص لازم ندعم ابن بلدنا حتى لو هو مع النادي المنافس النادي الزمالك، ايا كان انتمائك ايه، في الاول وفي الاخر دول مصريين، كل واحد له ما له وعليه ما عليه، احيانا الانفعال والغلط مش بنبرره لكن موجود،
بس خلاص بقى، مش هيتسجنوا هناك بقى يعني. مش عشان ضد القانون، عشان انت خدت حقك بالقانون، عشان برضه ما حدش ياخد كلامنا يقول لا خلاص بقى، ما هو اللي غلط بيتعاقب. تعاقب على قد الحدث، تعاقب على قد الحدث، واعتقد ده تم على قد الحدث وطبقا للقانون برضه. فاعتقد في القانون وفي روح القانون، والاثنين قانونيين في الاكشن بتاعهم من القاضي. كلنا ثقه واحترام طبعا في القضاء الاماراتي في الجزئيه الخاصه بالكلام ده. اخر حاجه هقول لكم في الفيديو دوت، في معلومات ان جوميز جاي له عروض من الدوري السعودي، وان هو قاب قوسين او ادنى ان هو يوافق ويروح، خصوصا ان هو عنده مشاكل كتير مع مجلس اداره نادي الزمالك، ما فيش حاجه طلبها بتجي له. موضوع الصفقات، موضوع ان كل شويه يخرج من نقره في ضحضره زي ما هو بيقول، وكيل اعماله وهم جاي لهم عرض بلغه الارقام كتير جدا، لو مشي وساب الزمالك كل اللي هيغرمه شهرين بس من مرتبه اللي هو اوريدي ما خدهمش، فهيسيبهم ويمشي. خد بالك من الكلام، ففي كلام ان جوميز ممكن ما يكملش، هتبقى خساره، لان الراجل ده فعلا قولا واحدا عمل للزمالك طعم وشكل ومعنى جاحد اللي ينكر الكلام ده. فلو مشي جوميز فعلا وتولى اي حد بقى من ابناء نادي الزمالك تدريب الفريق قبل ما الموسم هيبدا خلاص كمان 4 5 ايام، اعتقد هتبقى خساره كبيره جدا للزمالك. كنت حابب بس مع حضراتكم نطلع نعمل الاطلاله السريعه دي كده في اخبارنا، كل الدعم لثلاثي الزمالك والنادي الاهلي يوم الثلاث بعد بكره، نفرح بالافراج عنهم ونفرح كمان بالفوز على العين الاماراتي. قول ان شاء الله، ما تنساش تدعمني بلايك وشير واشتراك في القناه.